السلام عليكم. ان شاء الله هاد الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هاد البوشيطه تجي بهذا الشكل. تقدروا ديروا فيها بزاف الحاجات، فوات صحيه، ديروا فيها الكمامات، المهم تجي مفينيه من الداخل ومن برا. وهنايا ما تتبان لكمش هاد البلاصه ملي تدخل الصدفه، تتبان لكمش هنا. بالنسبه للعمل تقدروا ديروهم في المونطويات، تجيها بهذه الطريقه هكذا. المهم حاجه اللي نسيت ما قلت لكمش عليها من دابا منين غادي نوريكم، انك ديري العبار ديال الصدفه اللي غادي ديري، صافي. اذا بحال هذا الشكل، ها نتوما شوفوا الصدفه قدها قد العبار اللي درت. غادي نبدا بسم الله. اذا عندي بهذا الشكل هنايا اللي درت هذيك الكرانه اللي غادي ندير لكم هنايا. نتوما نعطيكم العبارات اللي خديت بعدا باش الا بغيتو ديروا نفس النموذج. المهم عندك هنا 34 وهنا عندك 14، صافي. اذا هي الشكل ديالها غادي تجي هكذا. ها هي الكرانات اللي درت، درت واحد جوج كرانات هنا باش منين نكون تنخيطها، وهذا هو المرد ديالها بهذا الشكل ديال الصدفه مخفيه. اذا هنا هذه غادي نهبط بواحد المسافه هنايا ديال 4.5، صافي. اذا هنا اللي غادي تجيني هنا تجيني، اذا هنا عندي 14، اذا المنتصف ديالها هي 7 سنتيمتر. غندور على ديك النقطه، ها هي 7 سنتيمتر بهذا الشكل. انا غادي نديرها لكم هكذا، نتوما تقدروا ديروها هكا بالطول اللي بغيتيو. المهم الطول ديالها اختياري، غندير فيها 1.5، اذا 1.5 من هنا و1.5 من هنا، اذا المجموع عندنا 3 سنتيمتر بهذا الشكل، صافي. انما ما غاديش نديرها لكم انا هنايا، خاصني نديرها هنا، صافي. بعد ما شفنا هذه اللي غادي نديرو، اذا هذه غادي نستغنى عليها دابا حتى نوجد العمل ديالي، لانها هاد الحفره تجي الا مشيتي تحليتي البوشيطه ديالك تلقيها من هنا هكا سامبل ما فيها والو، ومن هنا تتلقي الحفره. تيداروا في هاد الحفره تيداروا اكثريه في ليفيست. اذا هاد البلاصه هي الوجه ديالها، اذا نحطها على هكذا وندير واحد جوج فنيتات ندير واحد جوج فنيتات هنايا باش نعرف البلاصه اللي تراسيت. ها هي سنتيمتر هنا، 1 سنتيمتر هنا، المجموع هو 2 سنتيمتر. اذا هنا ها هي 2 سنتيمتر، كذلك هنايا غادي تكون لي بنفس المسافه وزاويه قائمه، صافي. وهنا غادي نخيط من هنا لهنا، وغادي نخيط كذلك من هنا لهنا. فاش نخيط غادي نجي لهنا نقطع في الوسط، وغادي نقطع هنا ونقطع هنا ونقطع كذلك هنا ونقطع كذلك هنا. اذا غنمشي نخيط من هاد النقطه لهاد النقطه، هاد النقطه لهاد النقطه. اذا بلا ما نديكم الماكينه غادي نخيطها، هادي سهله، وعاد المرحله الثانيه اللي غادي نمشيو نخيطو، صافي. اذا من هاد النقطه لهاد النقطه، هاد النقطه لهاد النقطه، ما تزيديش، الا زدتي غادي يجيك العمل ديالك قبيح وما تصدقش معاك هذا العمل. اذا تنقطع هذا وهنا ونرجع. انت خصك تقطعيها حتى توصلي للتالي ديال الخياطه، الا ما قطعتيهاش حتى للتالي ديال الخياطه غادي تجيك مكمشه. اذا هذا الشيء غادي ندخلو لداخل هنا بهذه الطريقه هكذا، صافي. اذا اول حاجه اللي غادي نديرها غادي نمشي غادي نخيط هادو هنا من هنا لهنا و
وغادي نخيط كذلك الجهه الاخرى، هذه مع هذه، من نقطه لنقطه. نمشيو للماكينه غادي نخيطهم بهذا الشكل، هانتوما هزه الفوقانيه مع التحتانيه، ومن نقطه لنقطه. كذلك غادي ندير الجهه الاخرى هكذا، وغادي ندير نقطه مع نقطه، وهذيك اللي قطعت هكذا قطعه واحده. صافي، من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نقبض هادي، غادي نقطعها هكذا، وغادي نحددها بهذا الشكل. كذلك هذه غادي نقطعها في المنتصف هكذا، وغادي نحددها بهذا الشكل باش منين يجيو لي هنايا باينين يبانوا لي هنايا مسكدين، من الظهر يبانوا لي مسكدين، يكون نفس لا ديستانس اللي عندي هنايا عندي هنايا. غادي نحددها بعدا ونرجع. دابا لاله عندك جوج اختيارات، اما تتخيطيها من هنا تخيطيها من هنا وهانتي ساليتي الشغل، اما تتهزي هذا الشيء هكذا وتتهزي هذه البليصه هكذا تتنيها هكذا وتتخيطيها من هنا باش ما تبانش الخياطه مبينه. اذا نفس الطريقه اللي كنا تنديروا هنا 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 غادي نديروها هنا. اذا انا غادي ندير لكم الخطوه الثانيه، مشيت الاولى لان الاولى غير راكم سهله، هذه حتى الا كنتي بغيتي ديرها في لافيست يعني هكذا تعلموا لها. صافي، اذا من تما تمايا صافي، دابا ما تخليهاش تهرب تمشي تدخل لداخل. صافي، اذا كذلك نفس الطريقه غادي نديرها من الجهه الاخرى. اذا غادي ندير لها هكذا ونخدمها من نقطة لنقطة، داكشي اللي باين لي بدك تقطعها هي اللي تنخيط. صافي، دابا غادي نديرو لها هكذا، نتهناو من هادشي اللي بقى، وغادي نديرو لها داك هداك التبطين باش ما تبانناش، باش منين تحلي البوشيطه ديالك ما تلقايش الصدفه، تلقايش هذا الشيء اللي تتشوفو دابا بهذا الشكل هكذا. صافي، اذا غير نحددها وغادي نوريكم كيفاش غادي نلصق هذه، نحددها باش ما يبقاليش هذا الشيء هكذا، وغادي ندير لها هكذا، وغادي نوريكم كيفاش غادي نخدمو. صافي، اذا من بعد ما حددتها غادي نقبض هاد البلاصه اللي نخيطها هكذا، بهذا الشكل. صافي، اذا خيطتها من هنا، حطيت الوجه على الوجه. صافي، من بعد ما خيطتها من هنا، المهم نسيت ما وريتكمش بانها خاصها تخيط دابا المره الثانيه هنايا، غتخيطيها دابا غتخيطيها مع هذيك القطعه اللي لتحت. هذه نسيت ما وريتها لكمش، من بعد ما تتحدديها هكذا والجهه الاخرى كذلك بهذه الطريقه. من بعد ما تنخيطها من هنا تجيني تبطين بهذا الشكل، دابا هي ستكون لنا بهذه الطريقه هكذا، وعاد تجي لنا هكذا. اذا شنو هي العمليه اللي غادي ندير؟ خصني هذه بعدا نخيط هذه على هذه هكذا حتى لديك الكرانه،
الكرانه اللي درت. اذا غادي نخيط من الكرانه للكرانه ثم تقدروا تما ديروا الشكل اللي بغيتوا. إذن الكرانة خيط واحد شوية من هذه الطريقة، وغادي نقلبها وغادي نقفل هذوك الجوانب. اذا هكذا دابا شنو غادي ندير؟ انتما لاحظوا معايا هي غادي تجي بهذا الشكل هكذا. اذا شوفوا شنو غادي ندير، غادي نقبض هادي، غادي نديها لهنا هكذا، وغادي نقبض هادي، غادي نسرحها هنايا بهذه الطريقه، وغادي نقبض هذه الخياطه، غادي نديرها مع هذه الخياطه هكذا، وغادي نقط هذه نخيطها من هنا، وهذه غادي نخيطها من هنا، ونخلي لها البلاصه في الدوبلور ماشي في سميتو في القطعه ديالنا، غادي نخليها هنا في التبطين. علاش؟ لان من تما غادي نقلبها. اذا غادي نجيبها بهذا الشكل عند الكرانه، راني من بعد المرض ديال هذا اللي تردوا به الغطاء، راني مبعده ما تنقيسوش نهائيا. هنا كذلك غادي نخيط غير شويه ونخلي البلاصه من اش غادي نقلب. اذا هادو اللي جايين بوانتو لابد خصني نخيطهم باش يجيني ساهل العمل. وهنا غادي نخيطها من نقرب لعند العمل، كذلك غادي نخيطها ونكملها حتى لتحت. صافي تقدروا ديري لها جوج خياطات. دابا غادي نمشيو من هنا لهاد الحفيره وغادي نقلبوها، انما نشوف نفيري فيه هنايا واش نسيت شي حاجه هنايا، واش عندي شي فينيسيون هنا زوين. اذا هنا مزيان، هنا مزيان، نشوف الجهه الاخرى نمشي نكون خطات فيها حتى هي. هيا هنا مزيان، ما عنديش شي ضرر تما، يعني يكون الا كان الضرر غادي قبل ما تقلبي هذا الشيء. اذا بهذا الشكل هكا غادي تقلبي هذا الشيء ديال هكذا، وغادي تدخلي هذه الفرشاطه ديالك لداخل. غنوقفها لكم مزيان بهذه الطريقة، غنوقفها مزيان وما بقى لي إلا ندير لها الصديفة ديالها. إذا ندير مرحلة بمرحلة بهذه الطريقة هكذا. أنا الهدف ديالي ماشي باش ديروا هاد البوشيطة، يتعرفوا الطريقة ديال الخدمة كيفاش تخدم الحاجة نثبت هذيك الخياطه. غادي نخيطها هنايا، نخيطها غير بالماكينه ديك الفتحه اللي خلينا مناش قلبنا، غادي نخيطها بهذا الشكل، وغادي نحددوها وعاد نوريكم الشكل النهائي ديالها. ندير لها صفه باش نوريكم. غادي تكونوا شتيو في البدايه ديال الفيديو، اذا في المونتاج تنسى لي الحاجه عاد تندير لكم التقديم ديالها. صافي اذا غادي نقلبها مزيان، غادي نحددها وغادي نوريها لكم. غادي نخيطها في هذه البلاصه النيت اللي ريقلت عليها هكذا، نفس البلاصه تجيك
اذا غنخيطها ونرجع. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. اذا تتقبطيها هكذا وتتجلسيها هنايا وتتكون مسدوده لك بهذا الشكل.